السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم عند خالتي زويده. اليوم عندكم واحد الصبه شويه غريبه ولكن كتجي رائعه. شنو فيها؟ عندي بوارو هي وحده، عندي جوج بنانات، وعندي واحد البطاطا حلوه. يمكن لكم تعوضوها بالبطاطا عاديه، المهم انا كتعجبني البطاطا حلوه. شنو شويه ديال الملحه، شويه ديال البويو هذاك مكعب ديال هذا، وشويه ديال الجوزه ولا نواد ميسكات. هادو هما المقادير. دونك غادي نقطع هادشي وغنديرو في الماء وغنرجع لكم. درت الماء يغلي ديالي، دونك غندير داك الخضر اللي قلت لكم، البنان والبوارو والبطاطا حلوه كلهم مقطعين هكا، ونخليهم يطيبوا طبعا، وغنزيد معاهم داك التوابل اللي قلت لكم. غنزيد واحد، شوف هذاك البويون اللي ما باش يديرو ما يديروش، غيدير مليحه ولا بزاف. المهم انا كيجيني بنين، غنديرو وان شاء الله نوبه نوبه انتي ما فيها باس. شحال هادي ما درتو، ولكن دابا غادي نديرو لان كتجي لذيذه مع هاد الصبه. هادي الصبه ديالي طايبت، دابا غادي نطحنها. غادي نطحنها مزيان، غادي نطحنها مزيان، ومن بعد غادي نزيد معها واحد نص كاس تقريبا ديال لاكريم فخيش. ما عندكش لاكريم فخيش كديري حليبه مع فرماجه ديال المثلث ولا المربع. صافي وكنطحنها. صافي من بعد ما طحنتها رديتها عاوتاني فوق العافيه اي باش تعاود تشد راسها شي شويه. وها الصبه ديالي، انا قلت لكم رائعه، ريحه البنان على الريحه ديال البوارو جات الروعه. نخلي واحد 5 دقائق ونطفيو عليها، وبالصحه والراحه الصبه البنان.